الان والدوري يكون مع وليد عبد الله. وسالته هل ايضا ذلك راح يكون على دوري ابطال اسيا؟ لم يؤكد ذلك. هذه كره ملعوبه الان، معاذ يلعب العرضيه راسيه. الله الله الله، ناصر الشمراني، ناصر الشمراني الهداف، هداف الهداف، هداف، ولعبها براسه، لعبها براسه ليضفي إثارة قادمة. الليث إذا ما أراد العودة راح يكشر أنيابه. وبدت الأنياب تشتغل، بدت الأنياب تشتغل، باقي 25 دقيقة والشباب يقلص 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 هذه الإعادة. ويا الله، دقة تسديد بالرأس، دقة تسديد بالرأس تفرق، الهداف يفرق، والزاوية تفرق، والشباب يفرق، وناصر يفرق، ناصر يفرق في الباب، ناصر يفرق في خط الستة، وجاب التقليص للفريق.